محاولة قائمة لفريق نادي المجد سكندري زاد وعدى وتقدم وادخل الرجل وهذه العرضية جول للمجد سكندري جول للمجد سكندري جول محمد السعيد سلام سلم الشبكة بتتكلم وهدف لنادي المجد سكندري يا سلام سلم الشبكة بتتكلم وهدف للمجد سكندري يا أعزائي المشاهدين حلوة 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 محمد عصام وهدف للمجد السكندري كرة حلوة محمد عصام وهدف للمجد السكندري تصبح النتيجة تقدم المجد وصافرة نهاية اللقاء لسه ما صفرش ضربة حرة من بشري التسلل اللاعب محمد السعيد في حد أغش عليه المرتدة المرتدة لفريق الزرقاء وتخلي بالكم برضو ركزوا في الوقت المحتسب بدل من ضيع يا جماعة لأن فرقة الزرقاء فرقة محترمة وفرقة جيدة جدا جدا لهذا اللقاء الزميل المخرج الكبير وائل عزت والعزيز مهند زيدان ومعكم نتمنى له كل السلامات الاسعاف جت على طول عشان نطمن على اللاعب اللي اغشى عليه ان شاء الله ما فيش اي مشكله يوم سليم معافى واحنا معاكم في هذا البث مباشر علشان نطمن على اللاعب الذي اغشى عليه مين هو اللاعب ده هنعرف لاعب نادي مين اللاعب ده اعتقد المدير الفني ولا مين مين اللي اغشى عليه يا جماعه عايزين نعرف من الذي اغشى عليه في حد اغشى عليه مين اللي اغشى عليه مين اللي اغشى عليه مش يعني انا مش قادر احدد مين اللي اغشى عليه فعلا انما الاسعاف بتقول لهم يعني كله يبعد عشان ايه يبقى فيه هواء للاعب او الفرد اللي اغشى عليه